صباحتوا ولا بس عليكم، اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد، هذا نهار ثاني عيد. احنا دابا غادا خارجين وعمتي وماما للسنترم هنايا، وهشام وبابا من بعد غير 12 يمشيو يجيبوا الحولي اليوم. المهم قبل ما نبدا لا فيديو ديالكم، بغيت نشكر كل واحد البارح عجبات البيسه ديالي. بغيت نقول لكم كاين بنات ديال انستغرام جاوبتهم البيسه ديالي، جابتها لي ماما من باب مراكش مدينة، خداتها لي من تما. هذاك ديما كناخذ من عنده حويجات، عنده زوينين جبادورات بزاف، يعني كتحيري ما تقدريش زعما تقولي هذه خايبه لا غنعزل هذه، ما عندكش فين تعزلي، يعني كلشي زوين تبارك الله عليه، وما كيديرش اثمنه غاليه. بالنسبه للثمن انا ما عرفاش الثمن، جبت لي ماما كادو بمناسبه العيد حيت ما خيطت حاجه، وكنت غادي نخيط ومع راك عارفين بنتي الضربات في المغرب، زربت رجعت بلا ما نخيط حتى شي حاجه. المهم قبل ما نبدا معكم لا فيديو ديالي، بغيت نشارك معكم بعض الحاجات وصلوني من موقع نيوشيك، من موقع شيئين، غنتقاسمها معكم. المهم البنات، عقلت نهار خديت واحد اللبسه في الكري وقلت لكم راه جاتني مزيره، هذيك عطيتها لبنت اختي، وخديت واحده في البوردو قلت بلا ما نرد بلا ما نردها صافا طالع كادو. هذه في البوردو خديتها، ها هي المانكا لابسه، ها كتشوفوها معايا في الصور، وهي ها هي ترجع ونقيسها زوينه نيتا. كنت غادا معروضه عاد عمتي مشي لابساها. هانتوما البنات كيفاش دايره، كيلبسوا المحجبات ويلبسوا ماشي محجبات، وبزاف البنات قالوا لي في الكومونتيرات سناء ما تعاوديش تاخذها في الكري حيت عندك بزاف الحوايج رماديه، خديها في الاحمر. وانا خديتها البنات زوينه كم وبارده وإلاستيك. انا خديت دابا الطاي، خديت الام. البنات اللي خذوا الطاي زايد على الطاي ديالكم، انا كنت خديت الاس ما جاتش قدي، فهاداك السيوه اللي بغات شي بنت مثلا كتلبس الام تاخذ الال. وخديت واحد السويق، خديت هذا راه كيتهز البنات بحال ما هكا، عنده الصمطه ديالو لداخل، ها هي بحال ما هكا. لا غدا غير نقضي شي غراض، ما بغاش نهز الساك كبير، هذا من الاحسن حيت دابا راه كنهز الساك نور، هذا ندير فيه بسطامي والتليفون كافي جدا. ضمنت واحد النضيدرات، كيعطيوهم لكم بالجوا ديالهم، ما كيجيوش بحال الموقع زافول كانوا صيفطوه لي بلا جوا، هادو صيفطوا لي بجواهم. والله الا زوينه هاد القضيه. نوريها لك نوريها لكم. هانتوما البنات، انا كيعجبوني هاد الستيل، كنديرهم دابا في لون ازرق، دابا هادو في اللون اللي هو بحال الموف. تقول لي في التعليقات كيفاش جاوني. المهم وخديت واحد قنيطره حتى هي غزاله، شوفوا المانكان كيفاش جات زوينه، ومن نوع ديال الساتان ياك ماما، هذا تاع انت جيرزي، قالت لكم جيرزي بحال الجيرزي في الحرير. شفتوا البنات كيفاش دايره، شفتوا المانكان كيفاش لابساها، هذه غير كتلبسيها وكتجمع اللحم ديالك، دايره بحال شي عباءه من هنايا جايه من جهه حجلاله هي مقجوجه من هنا من الايد، وجايه من هنايا جهه الابط نازله قالت لي عمتي بحال شي لابسه المغرب. المهم هي في اللبسه كتجي زوينه، شوف كيفاش دايره، كاين هذا اللون قدام الله، في الزواقه قدام الله، كاينه في الاسود البنات، وكاينه في احمر ياك قرونا، هذا اللون كاين في هذا اللون وكاين في اللون الاسود، انا بغيت اللون الاسود. المهم البنات المعلومات كلها غتلقاوها في صندوق الوصف. البنات اللي دايرين الزيف هادو غيجيوكم زوينين صراحه، واللي ما دايرينش الزيف حتى هما يقدروا يلبسوهم. المهم دابا غادي نخرج نمشيو للسونتر نشوف اشنو خاصني ونرجعوا ان شاء الله، ونتلاقى معكم من بعد. يلا يلاه جيت دابا دخلت، مشيت لكريفات ومشيت لهذاك الحانوت اللي تبيع كلشي باورو. بالنسبه لكريفات دايرين ديودورونت هادو
دايرين جوج تاخدي جوج، المهم خديت جوج هشام كان بغا ديودورونت جوج و جوج كيعطيو جوج جوج. بنش مار شامبو تا هما الا خديتي جوج كيعطيوك جوج، المهم خديت ليا وخديت لهشام تا هو. كيدير واحد بربعة اورو شي 26 الواحد. هادي خديتها بواحد الاورو من ايتوس فا ديودورونت وخلاص خديت هذا، مي كناخذ القرعه الكبيره ما بغيتش ناخذها حيت ما تيديرها انا كنديرو راسي، خديت غير هاد الصغيره كدير واحد الاورو 26. نور خديت ليها ثلاثه من هاد ليلانجيت و ايتوس خديت منها جوج من هادو، واحد ديال كوكو واحد ديال الشاي الاخضر. دايرين لي واحد الاورمي كنلقى فيهم بروموسيون كيعجبني نحال نجيبهم حيت وافقوني عجبوني بزاف. بالنسبه لهذاك اللي كيبيع اورو خديت النور هادو ديال اليدين، كاين في 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 الاصفر وكاين في هذا اللون الوردي، خديت لها هذا الوردي وخديت لها هاد الفراشات. هادو خديتهم لها باش تلعب بهم حيت اخرين كبارات جمعتهم ليها، هادو خليتها ليهم خليتهم لها تلعب بهم. ثم هادو كاملين بواحد الاورو. خليت صفقت الدبان حيت دابا العيد وكثرت اللحم داكشي هجم، ها هو عطاوني ثلاثه بواحد الاورو صافي. واحد ليك واحد اللي عزيز عليك. وخديت السلك باش نحك كنحك المقالي اللي شي حاجه لاصقه فيه صافي. هادو هما الاشياء اللي خديت عندنا الاورو. وخديت مذكره كنقيد فيها بوتخه، يعني كنقيد فيها قضيه اللي كنبغي نعمل صافي. هادو هما الاشياء اللي انا خديتهم. وكيف قلت لكم بالنسبه للاشياء اللي خديت من موقع شين غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف، صندوق الوصف وفي اول تعليق صافي. يلا شو دابا نجمعوا هادشي كمش البنات. خديت ثلاثه خدادي عرفتي زوينين، التوب ديالهم زوين. هادشي راه ماشي مرسوم ولا هادشي كتقيسيه كتحسي به. ديري بحال ما هكا 5 اورو الوحده. خديت ثلاثه صراحه لقيت غير ثلاثه، كل لقيت ما اكثر كون خديتهم. غادي نحطهم في الصالون. ومن زي ما خديت النور سليبات ملابس داخليه، خديت لها هادو جوج بجوج الاورو. وخديت لها هاد بيس ماتي هذا تيدير 3 اورو. وهذا فلون هاد الكواليطات. وخديت مقبطات للشعر هادو كيديروا 40 سنت صافي. كتخرجي على قبل الله الا انا خارجه على قبل هادو اللي لانجيت، وخارجه على قبل شنو اخر كيلوطات غير كيلوطات. صدقت وخدا لها تيشرتات وخدا الهيلاله كامله. خرجت تعبتي قالت لي هادشي هو اللي خرجنا. وصراحه كتخرجي كتخسري. هاد الخدا هادي ما عولاش عليهم، بانوا لي عجبوني. شوف ميكون طلعوا في خطره. بالنسبه للغدا قال لك ما بغينا والو، ديري لينا عال فريت وفريكندار. فريكندار جابوه هشام من التركي، والفريت غادي نمشي نشوف واش باقا لهيها في الفريكو ديال الكراج. عرفتي شعلت الفريكو ديال الكراج على قبل سميتو على قبل الحودي اللي غادي يجي، راه مشى هشام وقالوا لي ما يجي حتى الربعه. هادو تنصبنهم زوينه. تلبست عبايه ديالي هكا زوينه فيها الجيوبه كيف كتشوفوا، والتوب ديالها بحال العبايات اللي كاينين في المغرب تماما. جمع شعري دابا كندير ليهم فريكندل فريكندل هو هذا كناخذ من التركي، راه حلال حلال البنات هذا صافي. وغادي ندير فريت فريت وشويه البصله، يعني فريكندل سبيسيال غتكون فيه بصله الوسط والكاتشب والمايونيز اللي كاين. المهم دابا غادي ندوز باش نطيب لهم الغدا. كيفاش كيخرج فريكندل تيجي زوين في هاد اير فراير. ودابا غادي نحلو ندير فيه بصله الوسط. مازال غادي نزيدهم بحال غندير جوج لواحد وندير فيهم بصيله ومايونيز. من بعد غادي ندير سميتها عجبتني هاد الكاندورا زوينه كيبان هادشي بحال مطروز ويا راه تصاور. انا بقات غير باقا غير الفريت كطيب، هما راه ما خرجوا كيتغداو برا وحنا حنا غادي نخرج انا وماما. المهم البنات نتلاقى معكم من بعد. هشام راه الربعة ولا من ورا الربعة غيمشي يشوف الحولي وهادشي اللي كاين. الغزالات حنا يلاه باركين، يلاه كملنا مع سيام الهضره كنت كندوي معاها في سكايب.
وبارك دابا انا وعمتي وماما غنديروا لينا واحد قهيوه ونجلسوا عليها وصافي. هشام راه مشى دابا هو وبابا يجيبوا الحولي. كيقولوا الحولي ما دايش لا كان عوار ولا لا كان مهرس ولا حنا ما عارفين حولينا كي داير جاي هكاك واش حول مزيانش يكون تحول. ايوا هانتوما البنات ها هو حولي يا جا مسكين بغيتي تشوفي يا اختي وهانتوما فينا هو دابا الحولي فينا هو انت انا اللي قلت هشام اللي قال الجزار فصلو يقطعو حسن بلا ما يجي هنايا كامل مكمول. هانتوما البنات الكرشه حاشاكم البنات ها التقاليه هذه هي التقاليه وهذا الكبده والقلب شتو البنات وصافي ها الرجلات ها الكتوفه بعد هادو الكتوفه غسلوها دابا طيبوها بالليل ما ديريش قطان هانتوما البنات شوفوا دوستي كتشكى مني اييه هانتي عمتي مسكينه مع عدا رونديفوات غتمشي غدا وبغات الكرشه اليوم قالت كاجي نديروها شديت فيها قلت لها بغيتي الكرشه نجيو عندك للدار ونديروها قالت لي لا نديروها هنا قلت لها خايفه من الخنز اللي يبقى لك في الدار شوفي 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 داك الشيء اللي صافي غيهجم علينا الدبان سدو سدو شنو هنايا هشام ما عطاكش رجلين هرف علينا هادو الكلوات قلنا لهم الضلعات الكلوات والضليعات الضلعه والكلوات مزيان اختي هذا الشيء مفرتكم الكلوات هذه الضلعه المهم البنات انا اصحاب اوروبا كيجيبوه لهم هكا كاين اللي كاين اللي كتجيبو كامل ويقردوه في الدار وانايا هشام ما فيه ما يصدع راسو قال لي هك قال لي قردوا لي وانا قردوا لي ب 10 اورو تقام علينا ب 240 المهم الحمد لله في الحيمات ماشي شي واحد مكنزز الحمد لله الحيماته ايوا حنا نشوفوا واش غنديروا الكرشه اليوم ولا نهجموا على عبد الدار نخنزوا له الدار ديالها تما انتما تشوفوا البنات عطاونا الكرشه راه غنديروها دابا راه ماما تشعل المطعم انا صراحه ما كنعرفش منين نبدا الكرشه ما عمرني ما درتها وغادي دير شويه قطبان شتي حنا انا اللي غنطيبها صافي اختي اللي غنطيب غنغسلها المهم كيعطيوها لك خاويه يعني ما فيهاش الزبل خاصك انت هي تغسليها طيواش بزبلها بنات حنا دابا كنفرق في اللحم ماما كتعاونني كتقطع ليا وانا كندير في البلاستيكات ونحط كيف كتشوفوا يا ماما وعمتي هنايا في الكوزينه كيغسلوا في الكرشه انايا راه فرقت الحولي صافي كملتو عطيت لعمتي شي بركه واخا ما بغات كاع تشد هي دابا كتغسل في الكرشه باش يطيبوها غادي نوريكم فين درت داكشي انا قسمته حطيته هنايا غادي نديهم الديفريز المجمد واحد النحله يا اختي فيما نخرج نصور تصور معايا صافي وهذه رجله كتف كتف ديال عمتي وكتف ديال عمتي الاخرى عمتي الاخرى ما كتاكلش الحولي ميمشيو عندها ندي معايا وهذا كتف ديال عمتي هنا غادي نخليه حتى نكون غادا نمشي عندها وغندي معايا وصافي وشي الاخر انا قسمته الرجل قسمتها كلشي والكرشه والكبده راه ما تيغسلوا فيهم صراحه الكرشه ما تنعرفش نغسلها هي سهله في الغسيل ولكن ما عمري ما غسلتها صراحه عمرني ما غسلتها او بابا راه بارك غير هنايا حنا في الشريده نور تاهي راهي كتلعب هشام سخرتو شوف يدي باقا فيها الدم سخرتو الحانوت يجيب الحليب ويجيب الماء وداك السخره الدار وصافي غنوريكم كيفاش كنغسلو الكرشه ماشي بعدا ردات شي الفريك باش ما تكشفش عليه الدبان وقيدت البنات قيدت بقاتش داير بكم في سميتو قيدتها كندير ونقيد بالفتر نشوف واش كيبان لي كيف كتشوفوا البنات كل حاجه قيدت عليها صافي
باش درت هنايا الضلوع السنسول الفخوده هادو عير الكعبات شاطو هالفخاد السنسول الكوتليت هادشي كوتليت وصافي ورجلات خلاص هادشي اللي كاين ما عرفتش كنقول لهم الرجلات الكتوفه المهم البنات ها هي الريا هذا واش نتوما معزول على عيدي هاي غسلاتها عمتي الكبده هي تغسلات الكبده هي هي والقلب غسلو ها هي وهنا هي الكرشه يلا غادي نغسلو ماما يلا غادي تكب عليها الماء طيب هادو الفولات والكلوات كانوا عندك جوج كسكسات وقعد عندك شوفي عمتي هاي واحد ها كسكس قوليهم اللي ما كيعرفش يغسلها عمر هنا قرجوطه وتعمر هيايا بحال هوك تتعمر مزيان وتولي واقفه وتولي بيضه بحال هكا وتحطيها هكا باش تسقطر لا تقلبيها صافي ايه هكا باش تخولي هذاك ديالها هذا راه ما جبناه ولكن راه ما خلوهاش صافي بلاش ما عرفوش مجبنة اه ما عرفوش يخليوها ما عرفوش شرقوا منها صافي الكبده والكليه وداكشي هنايا الكرشه هي تقطعات راه دارت لتحت شويه الربيع شعل البوطه كنقيس كوفوت كتسلقني دارت شويه الربيع ودارت شويه زيت العود ولحت الكرشه ودابا غادي تضيف عليها الثومه 4 الفصوص ديال الثوم دارت شويه سكينجبير شويه الكركم دابا غدير شويه البزار وشويه التحميره هاي التحميره راه عمرتها لك دابا غادي تضيف الكمون معلقه صغيره الكمون اذا كثرتي منه كيمرر حتى هو قالت لكم الكمون الا كثرتو منه كيمرر دابا غدير واحد المعلقه ديال الفلفل الاحمر الحلو التحميره جوج معالقات صغار ودابا غادي دير 4 الفصوص ديال الثومه طحنهم ولا تقطعهم طروفه غادي نقطعهم بغيتي تحكيهم حكيهم في هذيك الحكاكه دابا غدير الملحه ها هي هنا عمتي يا صافي الملحه والثومه غتسد عليه ياك اش كيديروا هنايا البنات كيصايبوا في القديد كيقادو باش غادي تكرموا ماما يا ويلي جدني
قلبي راكي عاني حبيبي ما حني غزالي غزالي قد كاين هنا البنات الكبده النص ديالها غادي نشرملو حيت عمتي بغاتها شويه مشرمله وهشام ونص لا وحده غادي شويه شي شويه غنديرو بولفير حيت راه كاين البارح بولفير تبارك الله راه كانوا اربعه الكبدات اللي كانوا تبارك الله وتكالوا مبقاوش البنات هما هادو الفولات والكلوات شرملاتهم دابا غادي لهم نزيد عليهم شويه هذا صافي قدي دوا راه كملاته هذا شنو القلب هذا القلب شوفوا القلب القلب ما بين داك العرام اللي جبت انا وهذا واحد ديال الحولي ايوا حيت واحد ما يقدش في الناس ما يقدش كياخذوا شويه وواحد لو ما يجيب العرام القلب على غليه ايوا صافي ها هو حلي حلي هاد البلاصه هاو السوبيره واحد السوبيره كانت تما هاديك شنو درتي هنايا الكبزار والخرقوم والملح و قزبريات صافي الملحه الملح درتها صافي لا زيت لا والو انا كندير شويه زيت باش ما يشدش في الدبان تدي لي عندنا حتى شويه زيت باش ما يشدش في الدبان اخرى هادي الزيت فيني هاي من هنا سلاس انا غدا دابا نشوي يلاه ماما سالات مع الكبده وانا غادي نبرك باش نشوي القطيبات حقهم في الجنة اليوم درنا التقلية وداكشي زوينات ندوز نغسل المعنى ديال العشاء غادي نقول لكم هنايا السلام عليكم ساليت معكم لا فيديو هنايا كنتمنى يكون فيديو عجبكم ونكون درت لكم شي حاجة استفدتوا منها من ناحية الكبدة والكرشة وداكشي وتهلاو في ريوسكم وتعيدوا تعاودوا مبروك عيدكم مرة أخرى العيد راه كيبقى يتبارك 3 أيام وكنشكركم على التعليق اللي خليتو ليا تحت من الفيديو ديال الاسئله واجوبه هذاك الفيديو راه صورته قبل من العيد ويلا كتابو حطيتو ليكم قلت نحطو ليهم حطيتو لكم البارح مهم تصبحوا على خير تهلاو في ريوسكم وبوسوا ليا والديكم ووليداتكم تهلاو في ريوسكم